مايكروسوفت دخلت صناعة ألعاب الفيديو بجهازهم إكس بوكس، والذي كان في مواجهة مع سوني بلاي ستيشن 2 ونينتندو جيم كيوب. بالرغم من البداية البطيئة وعمر الجهاز القصير، إلا أن إكس بوكس الأول كان الأقوى بين الثلاثة، وكان الجهاز الذي يعرف بتقديمه أفضل ألعاب التصويب وتعاقب الأدوار الغربي. من غير أن ننسى خدمة إكس بوكس لايف المميزة، والتي كانت سابقة لعهدها أو على الأقل لجهاز منزلي. والآن ومع اقتراب الجيل الجديد من عائلة إكس بوكس، دعونا نتذكر أفضل الألعاب التي صدرت على إكس بوكس الأول. بالرغم من أنها ليست الجزء الأول من السلسلة، إلا أن The Elder Scrolls 3 Morrowind كانت السبب في بداية شهرة السلسلة، وجهاز إكس بوكس الأول كان السبب وراء ذلك. Morrowind أعطتنا لعبة تعاقب أدوار في عالم مفتوح تميز بالتشعب، وأعطت اللاعب الحرية في طريقة تنفيذ المهمة وإنهاء القصص التي أضافت تنوعا في سير اللعبة. هذا ومع ذكر أن هناك الكثير من المهام المميزة والفريدة لقضاء الكثير من الوقت. مزيج الأسلحة، السيوف والسحر، إضافة إلى تصاميم الشخصيات، كل هذا جعلت من Morrowind لعبة مميزة، خاصة مع وجود القليل من الألعاب تعاقب الأدوار التي وفرت ذلك. Morrowind كانت واحدة من الألعاب التي ساعدت على نهضة ألعاب تعاقب الأدوار. لعبة تعاقب الأدوار فيبل تميزت بالفلكلور الفريد الذي قدمته بتصاميم عوالمها المزيجة بين سلسلة The Legend of Zelda، خاصة في عناصر القتال والمغامرة، وأيضا لعبة Black and White، اللعبة التي اشتهرت بها الاستوديو المطور ليون هيد قبل فيبل. كانت القصة شيقة بروايتها، الصراع بين الخير والشر وروح المغامرة، تخصيص الشخصية بأسلحة ودروع جديدة زادت من متعة اللعبة. أيضا المهام الجانبية كانت سببا في قضاء ساعات لعب طويلة والإبحار في عالم اللعبة. فيبل وبالرغم من أنها كانت لعبة تعاقب أدوار، إلا أنها صممت لتناسب جميع اللاعبين. الإعدادات كانت بسيطة وطريقة اللعب تبدو ممتعة بغض النظر عن نوع اللعبة، لكن بنفس الوقت استخدمت عناصر تعاقب الأدوار بذكاء. فيبل دائما وأبدا لها مكانة خاصة لدى عشاق إكس بوكس، واستحقت أن تكون في هذه القائمة. The Chronicles of Riddick لعبة أخرى ممتازة من منظور الشخص الأول، حصرية على إكس بوكس. اللعبة مستندة على الفيلم من بطولة فان ديزل، كانت أحداثها قبل أحداث الفيلم، والكثير اعتبرها أفضل لعبة مستوحاة من فيلم، بل أنها أيضا تفوقت على الفيلم المكمل. فان ديزل بنفسه شارك في تطوير اللعبة برفقة الاستوديو ستار بريز في أوج عطائه، وكان هو نفسه من أدى صوت ريتشارد ريديك. اللعبة كانت مزيجا بين إطلاق النار المتقن وأسلوب اللعب الجيد والتخفي في قالب تعاقب أدوار خيال علمي. قدرات عيني ريدك أعطت اللعبة طابع فريد ومميز. The Chronicles of Riddick واحدة من الجواهر التي جعلت جهاز إكس بوكس مختلفا عن المنافسين. إكس بوكس الأول كان له نصيبه من ألعاب السباقات الممتازة، إحداها بروجكت جوثام ريسينج 2. الجزء الأول من اللعبة كانت إحدى ألعاب إطلاق الجهاز جنب إلى جنب مع هيلو كومبات إيفولفد. الجزء الثاني على أي حال حسنت من جميع عناصر سابقتها على صعيدي ميكانيكيات وطريقة اللعب، إضافة إلى جمع النقاط. التقدم والمضي في بروجكت جوثام ريسينج 2 يختلف عن معظم ألعاب السباقات، إذ يتطلب التقدم في اللعبة مزيجا من القيادة الاحترافية بسرعة كافية لتخطي التحديات. الفوز بالسباق لا يعني بالضرورة تقدم اللاعب، بل مهارة القيادة هي العنصر الأهم باللعبة. اللعبة وفرت عدد هائل من السيارات تتجاوز 100 سيارة، وهذا يعتبر عدد كبير بالمقارنة بألعاب السباقات من الجيل السادس. اللعبة وفرت أيضا طور اللعب الجماعي عبر الشبكة، وهذه كانت إحدى عوامل شهرة إكس بوكس. استوديو باي وير منذ نشأته اشتهر سريعا بألعاب مثل بالدورز جيت ونيفر وينتر نايتس، وأثبت منذ البداية قدراته على تطوير ألعاب تعاقب أدوار تفاعلية. ومع ذلك البداية الحقيقية للاستوديو كانت مع جهاز إكس بوكس بلعبتي جيد إمباير وستار وورز نايتس أوف ذا أولد ريبوبليك. لكننا نرى أن لعبة جيد إمباير هي العنوان الأصلي الأول للاستوديو. باي وير استطاعت بناء عالم ضخم مثير للاهتمام، هناك العديد من الخيارات التي يمكن القيام بها من شأنها التأثير على القصة. مع وجود نظام الأخلاق بمسارات فلسفية متفرعة يمكن للاعب أن يتخذها والخيار بين مسارين مختلفين، هناك نظام قتال جيد عميق وحديث بالنسبة للعبة تعاقب أدوار. بشكل عام جيد إمباير كانت أفضل لعبة من باي وير قبل سلسلتي ماس إفكت ودراغون إيج. قصة رائعة، عالم جميل، نظام قتال ممتع. اللعبة قدمت كل ما نريده في لعبة تعاقب أدوار، وهي مناسبة لجميع اللاعبين.
اكس بوكس لم يحظى كثيرا بألعاب من نوع هاكن سلاش على عكس الجهاز المنافس بلاي ستيشن 2، لكن واحدة من أبرز ألعاب هذا النوع والتي كانت حصرية لدى اكس بوكس نينجا جايدن بلاك، اللعبة التي كانت البداية الجديدة للسلسلة بعد انقطاع دام لأكثر من 10 سنوات. تميزت نينجا جايدن بطريقة لعب تفاعلية باستخدام مختلف أسلحة النينجا، وعرفت أيضا بأنها لعبة مليئة بالتحديات الصعبة في مواجهة الأعداء إضافة إلى الزعماء على وجه الخصوص. مغامرة جديدة مع محارب النينجا ريو هايابوسا في قصة ركزت حول انتقامه لمذبحة عشيرته واستعادة السيف المسروق. على الرغم من أن نينجا جايدن بلاك هي نسخة مطورة من نينجا جايدن، لكن تم العمل على بعض التحسينات في هذه النسخة مع إضافة مهام وأسلحة جديدة وما إلى ذلك. كل هذا ساهم في تقديم لعبة هاكن سلاش جديدة منافسة لعناوين شهيرة أمثال ديفل ماي كراي أو حتى God of War. واحدة من أبرز ألعاب القتال الصادرة في الجيل السادس أو حتى لدى الكثيرين لعبة القتال الأفضل حينها سول كاليبر 2، اللعبة الثالثة من السلسلة والمتممة لسول كاليبر التي صدرت على دريم كاست وكانت أفضل لعبة على ذلك الجهاز. لعبة القتال ثلاثية الأبعاد استفادت من جميع عناصر سابقتها، طريقة لعب مميزة سريعة بميكانيكيات ذكية مبسطة لجميع اللاعبين سواء لمحبي ألعاب القتال أو حتى اللاعبين الجدد. الرسومات حينها كانت تبدو مبهرة، واللعبة قدمت عدد لا بأس به من الشخصيات، كل يتمتع بأسلحته وحركاته الخاصة، هذا مع الاستعانة بالضيف سبون من قصص الكتب المصورة كما هو الحال مع نسختي بلاي ستيشن 2 وجيم كيوب بضيوف مختلفين. هذا من غير الحديث عن المحتوى الضخم والأطوار التي تم وضعها في اللعبة من شأنها قضاء اللاعب ساعات لعب طويلة مع واحدة من أفضل ألعاب القتال على الإطلاق. في السابق وخلال الجيلين الماضيين كانت يوبيسوفت تصدر ألعابا ممتازة من جميع الأصناف، واحدة من أبرز ألعابها من الجيل السادس لعبة توم كلانسيز سبلنتر سيل كايوس ثيوري الجزء الثالث من السلسلة. اللعبة صدرت على 7 أجهزة مختلفة، لكن النسخة الأفضل كانت من نصيب جهاز اكس بوكس. الكثيرون وصفها كإحدى أفضل ألعاب التجسس على الإطلاق، وعلى الأرجح اللعبة الأفضل بالسلسلة، إذ قدمت اللعبة مزيجا بين القصة المحبوكة مع البطل سام فيشر إضافة إلى ميكانيكيات لعب ذكية مدروسة بعناية، وبطريقة ما كانت اللعبة مبسطة لجميع اللاعبين. كل شيء باللعبة كان يعمل بشكل متقن بما في ذلك الصوتيات وحتى الرسومات المذهلة في زمنها. توم كلانسيز سبلنتر سيل كايوس ثيوري هي لعبة التجسس المثلى على جهاز اكس بوكس. My name is Sam Fisher and I am a splinter cell. بالرغم من صدورها في وقت متأخر عن النسخة الأولى، لم تتوقف جراند ثيفت أوتو سان أندرياس عن تحقيق النجاح. لماذا؟ لأنها بكل بساطة لعبة ضخمة شاملة من جميع النواحي بمعايير الجيل السادس من الألعاب، من قصة مليئة بالأحداث بطلها كارل سي جي جونسون تمحورت حول العائلة، الجريمة والخيانة في بيئة مشابهة لعالم الجريمة الأمريكي من الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي. طريقة لعب وميكانيكيات جديدة تعتبر آنذاك الأفضل في السلسلة، عالم واسع وأنشطة عديدة يمكن القيام بها مع توفر مختلف المهام وتنوعها وغيرها الكثير والكثير مما جعلها من أفضل الألعاب التي صدرت على جهاز اكس بوكس. Oh shit. Here we go again. Worst place in the world. هيلو تعتبر من أشهر الألعاب في تاريخ الصناعة، وهي العنوان الأهم لدى مايكروسوفت والأقدم كذلك، كما هو الحال مع نينتندو بلعبتهم ماريو، ونحن ذا على مقربة لتجربة آخر إصداراتها كلعبة إطلاق ولأول مرة منذ الإكس بوكس الأول، إذ حصل الجهاز على لعبتين من هيلو. على الرغم من أن هيلو 2 كانت اللعبة الأشهر، إلا أننا نرى أن هيلو كومبات إيفولفد هي اللعبة التي نتذكرها أولاً إن تحدثنا عن إكس بوكس. مايكروسوفت بذلت الكثير من الجهد في تسويق هيلو لتصبح ببساطة أفضل لعبة تصويب
ذات خيال علمي حصلنا عليها. اللعبة سلسة وموزونة بشكل رائع. قصة ماستر شيف الملحمية جعلت القتال أكثر حدة وأعطت منظور آخر للعبة. هيلو كومبات إيفولد ومنذ البداية أعطت كامل قدرات إكس بوكس، وكانت عن جدارة السبب الرئيسي لشراء جهاز إكس بوكس في كل مرة. على أي حال، هذه كانت قائمة لأفضل الألعاب الصادرة على إكس بوكس الأول. إذا أعجبكم المقطع لا تنسوا النشر والإعجاب والاشتراك بالقناة وأيضا تفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، وحتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم.